يعني عواد مات الله يرحمه، كان راجل غلس وزنان، هو اللي جاب الروح الله يرحمه. لا بس خلي بالك يا راضي، الراجل كان عنده حق، دي بضاعة 15 مليون، أنا لو مكانه كنت قلبت الدنيا. بس هو مشكلته معايا إن هو حطيني في خانة اليك، وكان راجل زنان ولسانه طويل، كان هيخلي اللي ما يعرفش يعرف. المهم دلوقتي أنا مش عايزك تشغل دماغك بحاجة غير الشحنة دي. الشحنة دي دلوقتي بقت بتاعتنا، حلالنا، عارف يعني إيه؟ أيوة بس يعني. بس إيه؟ مالك في إيه؟ أنا بس قلقان حد يربط ما بيننا وبين موت عواد ده. وإحنا مالنا يا ابني؟ ده إحنا علاقتنا بيه كانت زي الفل، كان بياخد أفراد أمن من عندنا عشان محلاته، وبعدين هو كان راجل شكاك، وكان مطلع كل نسوانه، وأكبر عيل في عياله عنده 10 سنين، ده غير إن كان عليه طار. يا راضي أنا ما باخدش خطوة يا حبيبي غير لو أنا عارف الخطوة دي هتوديني فين. المهم دلوقتي تشوف لنا الشحنة دي مصيرها إيه. خير يا مهرم بيه؟ فيه خير. أنا جمعتكم كده بربطة المعلم عشان أنتوا صفوة الصفوة، أنتوا أهم تجار صنف في مصر من اسكندرية لأسوان، ومفيش قرش ولا جرام ولا سنتي بيخش إلا بمعرفتكم، والقعدة اللي إحنا قاعدينها دي قعدة حق. إحنا عايزين ناخد بحق المعلم عواد من اللي غدر بيه وقتله. المعلم عواد قبل ما يموت خد مني بضاعة، وقال لي إن هو يتكفل بنقلها، بس ما لحقش، غدروا بيه وقتلوه في الصحراء. يعني البضاعة دي دلوقتي في السوق؟ بالظبط، وإحنا لازم نعرف البضاعة دي مع مين بالظبط، عشان لو عرفنا البضاعة دي مع مين هيبقى عرفنا مين اللي قتل المعلم عواد. ألف رحمة ونور عليه. الله يرحمك يا معلم عواد. الله يرحمك. يبقى البضاعة دي لازم تتجاب يا معلم، حتى لو بالدم. عفارم عليك يا معلم سمار، أقسم بالله أنا لو أعرف اللي عمل كده أدخله قبره برجليه. كله إلا الغدر والخيانة، ما يطلعوش إلا من الخسيس. السوق اليومين دول اتملى عيال ملهاش أصل، وأكيد واحد من رجالته هو اللي عملها وغدر بيه. يبقى لازم نعرف مين اللي عمل كده، وده احنا كلنا قاعدين اهو، اللي هيخبى معلومة هيبقى خاين. اتفقنا؟ اتفقنا يا معلم. الفاتحة على الخاين وابن الحرام. آمين. متشكرين يا رجالة، ما نعطلكمش بقى، تقدروا تتصرفوا، روحوا شوفوا مصالحكم. تسلم يا معلم، تسلم.